صور الاخرار يلا اجي هنا بدك عاوز اعرف نظروا للجهه يلا صباح الخير عليكم المشاهدين كيف صحتوا لاباس عليكم بخير صحه لاباس احنا دابا كنغسلوا هذا لابيسين راه دابا قول عام هو عندنا منزل كان عندنا منزل مع الدجاج ليه المربى ولكن شوفوا دابا كيفاش رجع شوف تغبر ما بقاش فيه هي ملي كنا كنصلق الدار كنت خرجت الفراش واللي كتقطع وكان يجي الريح والفراش كيفسد لي التخاف ما جا لي ببالي البيسينا والفوقانه ديالها بها باش غطي بزاف كي جابتيها فيه المهم هو الفراش مات لي طليشي قول لهم صباح الخير صباح الخير خويا ديالنا كي صبحت لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير على خير كما كتشوفوا مع تبارك الله الحراره عندنا الحراره تبارك الله المشاهدين بزاف البنات لا حنا شويه كنصبروا كبار هنا هما خلينا سيدي حنا بغينا لا بيسينا لا شي شيء صباح كامل هما علينا عافاكم عافاكم خايل لا كان ترجاكم الا ما عمرو لنا هاد لا بيسين دابا التراكتور ها هو جا هنايا برا الباب عنده واحد سترنا عامره بالمكيسين فيها جوج طون ونص هو كيهز شي 6 طون ديال الماء هو دابا كاين جوج طون ونص الماء حنا نعمرو فيه غير 5 طون براك انا جوج طون ونص غنكبوها دابا ملي غنغسلوه وما يبقاش فيها هاد اللوسه وغير رجع عاوتاني جبنا واحد سترنا اخرى عاود فيها جوج طون ونص هي 5 ها هو شوف هاد الغطايا ديالو هاد الغطا ديالو شوف حتى هو مساخ من هاد الغطايا ديالو باش ملي مثلا كنساليو من العومه كنعومو كنخرجو منه كنغطيوه من فوق باش الماء كيبقى نقي هادي الخنشه اللي كان فيها كنا خشينا في هاد الخنشه ولكن مع ذلك كانت كرفوس دابا خصك ترجع بالصابون دابا وصل هنا كبت له الصابون وجافيل كما كتشوفوا ها هي وكتبقاو شوفوا خايتك علاش كيبقى فيها وصل شوف ولا هذاك من برا وين هذاك من برا هذاك من برا ديك الكحول هذا الوسخ اللي كتبان صافي هذيك من برا عرفتي فاش غنعمروه بالماء فاش غنعمروه بالماء هو غيوسعر راسو هو حتى دابا كتشوفوا هايتا ولكن ملي غنعمروه بالماء هو اصلا كيطلع وكيوسع الراس وصافي كيرجع عامر ديك الساعه غنغسلو عاود من برا انت دابا تحيد له هذه ضروري حيد له ديك ضروري حتى من قلت برا ويصل هاي من كلشي كما كتشوفوا دابا هي كبت فيه جافيل والصابون هذه باش نفختو هي هذه للبومبا ديالو باش كن وها هي ها هي هذا كلشي كيجي معاه هو هو اصلا جات معاه هذه هذا شريته انا بالخبار حتى قلت له قلت يلا خلص هذا هو صالح بنات كيف عملت عليه الضمون حتى وصلنا عيطوا لنا كان جابوه لنا في الهدف البريد ومشينا جبناه ما فهمت والو احنا عملنا واحد الضمون ديال لابيسين على حساب البنات الحراره وجبنا جا من الجنات والناس حتى احنا حتى احنا كنعوموا معاهم عاوتاني كنا عمرنا في السخان اللي قازت كنا كنعوموا معاهم لكن كنا عمين وعندنا كنا عمرنا في السطاح لكن السطاح ثقيل بزاف خطر وانتم بزاف منكم كنتوا نصحتونا قلت لنا واياكم دعاودوا ديروا في السطاح جي مروه شبر بنتي صورنا انا شبر مع امك اشرب صافي تسوي كل ساعه عليا انا بهذا الصابون وجاب مروه دور من نفسه دور من ليه دور من ليه من برا عندك كان انتي دوالي داك الكاميرا لا جبنا تصور عيان او بالبيت انت يا وصل باش قطعك باقي ما هذيك شي مزيان شتي ولكن خاصني حتى نحيد عندنا شي غفله من بعيد وقع حياتي انا عارف الحيط صور خصو يتحكم اش هي الدبابة انت قطعك من هاد الاتجاه هي ولي على التصوير هي لا حتى شي ولا تجيلاش هي اجي وقف في نص وراه هادشي ملي غايتهلا ما كيبانش شي مزيان لا قلب هو زوج معاه انا مرة وقتي لا صور لا انا انت لما طلقنا الماء طلقنا الماء شاد طلق الماء طلقنا ماريا لما طلقنا الماء
بغيتي نتوقف مع بعدي فين المشا انا وقلت لها والله ما كتخليناش الماء يخرج لا عار نفسوها وصافي لا افتحي الماء لا خرجي مزيان على باش انت ولا روحي انا اجي مره واش البرامج تيمشي تفضل اه يسك ما قلنا مريم مريم ياك راه شبرا كرمتي سير اطلق لنا الماء هو تا هو موسخ ما طلع ماشي صافي كتبيع لنا صافي طلق لنا اه تا من برا هاك شبارين حد يدك من غرفه الكاميرا نعم كنعرف يا بنتي سير شو شد لنا هذا المسير بلات شو برمتي شوف من هنا ما تقش يدك يا مهم يلا كرف من هنا هكا مريم شوفها أرمتي أترك سرعة طالة من لوقة شو من لوقة شو ويساي عرفان شو يجيب واحدة أخرى وإحنا كم عطلنا والله لا عطلنا ما نستعب صوت الدنيا هناك بخصنا نزيل ذيك الهدك ذيك التيرو ويصل ضروري شوي خير كيف هذه هذا مروي هذا مروي علي هذا مني
تعال احنا مساكين. ليش جوع جوع ليه ليه جوع انت؟ نزلوا الباب. دي ماشي الباب. شتي التمر كان ضربه باش باش تعومو. تفردوا ما تبقاش عينا. واحنا بنطرطقوا. سير ما تفتح له الباب يدخل سير. سير. التراكتور ولكن قولوا رجع مشاريان. قولوا رجع مشاريان. ما كاين شي. صور المهبط من هنا. الباب على الطلاق لابني. هذا مش تجزع للشوالي هنا بنتي. عقد ها؟ عقد عقد صافي كيف ندخل على الجنب هذا هو اصلا دابا ملي غيعمر في الماء كيطير الراس وكيطلع وكيطلع كيطلع الراس شوف سير طلع هذيك الجهه هذيك يا مروه صافي هذا عليك الزليجه ولا شي حاجه من زليجه غير اشد الزليجه مش ما تزيرش تماش ما نعرف ارى هذيك 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 اللي عليها الصابه انت اسمعي ارى ارى فيها ما تقطعش هي ما نعرف ضروري صباح الاحتياط ديالنا وصباح الزليجه ماطيه هنا صافي صافي انت هرست ليه المهم احنا كنا غنعمرو فيه جوج سترنا دلنا لكن المشكله هو ان هنا جا مزير ما بين الداليه وهذا الحيط هذا في الاول ما مركبناش معوض وما بقاش الدوره ديالو دايره بحال رجع بحال مستطيل كما كتشوفوا شوفوا كيفاش كتشوفوا كيفاش يعني ما جاش داير جا بحال مستطيل هو دابا باقي خصو اتساع من الاتجاه هذا شوفوا كيفاش جا مستطيل من الاتجاه هذا ما جاش مدور شوفوا حنا هربناها من هنا بزاف كندفعنا لها الاتجاه واحد نص متر ولا متر تقريبا كان غيجي داير وكان غيزيد يتيري لانه هو شوف شحال باقي خصو يطلع بزاف يعني باقي خصو واحد سيتر ناد الماخره شوف راه باقي من الفوق
كل ما كيزيد يعمر بالماء هو كيزيد يتيري كيطلع الفوق. ولكن حنا قلنا غير هذه باركه لان ما جاش مريقل مزيان. قال لك مريم ومروه سيدي هذه باركه علينا حنا خصنا نتبرجدو. ودابا كما كتشوفوا راه وصل كتشد داك لهذا بحال الزربيه كما كتشوفوا على حسب باش الماء قايلهم بارد. ما تدخلش عليهم الشمس ما تدخلش الشمس يبقى يعوموا فوقاش ما بغاو الساعه اللي بغاو كيبقى لهم كلشي بارد هنايا. وغنزيدوا وحدها هي عاوتاني عندنا هنا غنزيدوها في الاتجاه هذا وصافي. دابا حنا ما نعوموش معاكم والو. لا عوموا. ياك الماء بارد. يلا جي شبر شبر نمشي انا نعوض مع ماما ديك الشيء. ياك شبر يلا. انت يا مريم تقول هو انا طاح لي كان عيط لي على التليفون وادي تاع قرب لا سير عاود شويه عليك باب اه كي داير القايله في الطلاول هاد السترنا هادي كادو 3 طون د الماء نسحب ليها جوج غنوض 3 طون. اه دابا ملي سولتو ملي كان كيكبق قال لي 3 طون. اما تا كاجا معوض الله لك باقي بغاو 3 طون اخرى. اه كاين 6 طون هو حيت تشوف حيت انا نشوف غير هذا هو القاع ديالو هنايا هالقاع يعني هذا داكشي كله هنا جميل هيدا اصلا مره اخرى 6 طون د الماء عمرنا فيه شي مرة قلت شي مرة اخرى ملي عمرنا في الصحراء الصابون ديال الماء هذا جوج سترنات ديري هانتوما يلاه هنايا بقايلو مضال مع راسكم عمو مع راسكم هنايا المشاهدين باقي نتا ما فطرنا فرحانة دابا بزاف ولا شوي بزاف ودي الدراسه لكم على قول المشاهدين قول لهم المشاهدين انا فرحانه بزاف شكرني انا وماما شفتي شحال صوبنا لكم الشغل انا فرحانه بزاف وشكرا اللي كبحتيش عمرتي لنا بهذا السيترنا ديال الماء و عليكم وكنقدم تحيه للعائله الازرق كامل المشاهدين كاملين عملوا لايك تشاركوا في القناه ولكن بلاتي شكرتي عبار يما زعما ما كايناش يا الفرزيات يا الفرزيات يا الفرزيات يا محدد كامل كننساك انساني وعقل فيا قال دابا اشكو باقي كل ما هي سوري ام سوري ام سوري سمح لي صغار شوفوا كيفاش جا المنظر هنايا جاهم صراحه واعر تما قايلو مضالين وعقل تما الماء بارد هذا هو الهدف حنا علاش صايبنا هلم هنا لا باش يبقى لهم الماء بارد فوقاش ما بغاو يعوموا بالنهار بالليل في الصباح كيجبروا الماء بارد لان واحد الحراره تبارك الله زايده هذا هو هذا علاش ما عملناش حنا في الاتجاه هذا ولا هنا في هذه البلاصه هذه هنا دابا كترجع الحراره واصلا بغينا نعملوا الضال هنا ما غنجبروا فين نشبروا ديك الزربيات
هادي هنا مضلل من فوق دالي مضلل، ومن الجناب عملنا لهم هذا الزربيات حتى الشمس كدور في نص نهار العشاء كدور من هذا الاتجاه هذا، اذا انا غيكون عندهم مضلل يبقى لهم المبارد حتى هما يعوموا مرتاحين هنا ما تكونش كتقيسهم الشمس. وبالصحه والراحه لا لا يعطيك الصح. يلا دابا باش ندخلوا في الطوا. يلا نشوفوا شو وجد الفطور. انا بغيت كي اعطيك شكون نعمل الدعم اعطيها الطايله بنتي شي صور البركه هذه ماشي حنا ناكلو محمر يعني هذا كيكون ممكن ديالي. يلا هز شو دابا مهبطين سراج من الدار كامله راه باللي كان بيت والسراج محلولين باش الى نفخ شويه هذا الهواء باش دبر الدار شويه. في الصباح ملي كان فيقوا من النعاس كان هادك كان هبطوا للدار حتى كما كتعرفوا راه كنعسوا في الصح كما شفتوا. وملي كان فيقوا في الصباح صافي كنهبطوا السراج من الدار كامله لان الهواء اللي كيضرب دابا الهواء سخون باش ما تزيدش تسخن الدار. الا هذا مالاش هاد الشيء دابا كيجيوهم هنا يبقاو مزيانين هنا وكيرجعوا. حنا هذا تاع رب ما حيد انا اصلا ما نعرف زعما انا خاصك هذا خاصك هذا نزلو من كل جبل وهذاك ربطو بلا هذا القرايه عمرو طلع على خلاه هكا مارو هو انا دابا متشوق خاصكم عاد تفطروا نمشيو تسالطوا ياك. ماما مطاع كاين الشوكولاته فرحانة شوف ماشي كثر من الإنسان يشوف وليداتو فرحانة باردين ياك واعرين على تفرعوا لي مع راسكم في العومان. يلا راه بلاتي ونجي نتخشى معاكم. انا جاي نجلس في الماء انا نجلس نبقى جالس متكلين مع الحيط برد قارة. شوفوا مروة شوف حيد شوف ما تسيبوش الماء على بعضكم يا بنتي باش من الماء ما يخرجش لينا باش ما تعملوش الروينه هذا الماء هنا فهمتوا. وملي تكونوا خارجين ديما الصنادل ديالكم في رجلكم ملي تكونوا ماجين هذا باش ما توسخوش رجلكم يبقى لكم الماء نقي صافي. حنا اصلا في الاول ملي حطينا ما حطيناش نيشان كخصنا نهربوا لهاد الجهه هذه باش يجي داير ما نقدروش نزيدو نعمرو فيه دابا كثر. نخليو دابا هادو حتى دعموا فيهم مع راسكم من هنا واحد اليومين ولا ثلاث ايام ملي توسخ الماء ديك الساعه غنطلقوه نسقيو به الشجار كامله نطلقوه على الشجار ونسقيو به الشجار واحد العشيه وديك الساعه نحاولوا نجروه لهنا واحد شويه ونريقلوه مع وط ندور ونعاودو نعمرو. كلام واعره. المهم اهم حاجه هي انكم تبردوا دابا مزيان انا حتى ما عاد حشتو شي بالحراره مبردين. انتما كيفاش كيبان مغطي من برا بردلك زكوك حالنا. اوكي 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 يا مروة يلا الحيرة تحت العين ما رجعت متلج انا والله الا واحد تبريد يا سلام دابا ما بقيتش حاس بالحرارة نهائيا لان في نفس الوقت الماء بارد ما سخنش ما كيبقاش بالحرارة وعاد هنا مغطيين خصنا حاجه واحده غير داليا من هنا خصني نجيب لها من السوق هاد العشيه واحد الشبكه باش نقوزوها لها من تحت باش ديك العشوب ديالو ولا شي حاجه اللي طاح غيجي على الشبكه لا الشبكه ما طاحش الشبكه كامل نقطع باش الماء يبقى نقي ماشي مشكل. في العشيه ملي غتساليو غنعطيكم واحد ديك الصفايه ديك كبير ديال القهوه اللي كنصفيو بها الحليب والقهوه هذيك غيجمعوا بها اي حاجه غيجمعوها بها على اللوج مزيان هذا العمر كاينه عمر بنتي
قال دابا قالت لي حسب لي، قالت لي انا غندخل نحبس فيا النفس تحت الموت تحسب لي. يلا زيد يلا سير الساعة نروح انا سكت الساعة مزيان. شغي راسك هنا تحت الكاميرا وانا غنحسب. يلا مروه امر يلا خذ يلا قفقف بالبر. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 16 16 نكتبوا لك 16 حطهم في الرقم مريم قبيله، مريم غتصد قبيله 13 دابا انت 16 برافو عليك 16 واش دروني حتى انا يلا سير دابا انت يلا ما تشوفك واش حاطهم الرقم مريم. انا حسبوا لي قبيله 32 ثانيه قول صحتك بسم الله الساعه دي مزيان صحتك الساعه مزيان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 كما كتشوفوا دابا راه المغرب، خليتهم مشيت للسوق جبت لهم الماكله رتحوا يصلعوا شويه وهاتكون رتحوهم شي شويه عاود ما بقاش على الماكله في الدار نفرحوهم شويه جبت لهم طاكوس من السوق ودابا جيت للدار نشوفوا رده الفعل المره المروه اللي يحمقوا على طاكوس. افتحوا بنتي افتح سلام تاكو شكرا وحشي طاكو بزاف بزاف عامل قمي جديه اللي شوفوا شوفوا مره انا كيف قلت لي ما تلعبش دبو شوفي مره انت ندخل ونشوف تنشوف انت سلام عليكم السلام اش كتفرج ماشي كنبغي ايه تعطلتي جبت لكم واحد الحاجه من السوق يلا لا حصلتي شنو هذا طاكوس شكرا توحشوا طاكوس ياك توحشنا هانتوما لا لا يلا 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 حيدوا حيدوا الطاكوس هذه الشلابه اه منى دا كاينه الحمد لله باش ما هذيك تعشوا العشاء ديالكم هو جبتك ما كتسالوني دابا والو والو يلا هانتوما لا بالصحه والراحه باش ما نقول لك خصنا شي حاجه ما نبرصوك ما نقول لك نوضع لنا العشاء ما والو صافي يلا انت اذاش عارف راسك بنت تقيبتي لا ولا ولا هذاك على المشكله ولا على الاقل بعدا نرتاح واحد شويه ساعه ساعه خصني ساعه في الحقيقه نفكركم اي تنجيب لكم ديك الساندويشات من السوق شويه ماشي عاون نساوكم مره باي وسيدي شكرا عرفتي شفتي جيب مناضه والعافيه عرفتي سير جيب لنا مناضه يلا مناضه بقى في الثلاجه سير جيب مناضه وجيب لك شي مره كل واحد طاك الزياده والمشاهد واحد واحد شو انا والله العظيم الشلاضة عرفتك غادي تفرح ملي غتشوفها لان انا نعرفك عزيزة عليك الشلاضة بزاف انا واحدة جبتها خصيصا ليك واحدة ناكلوها انا وبناتي صافي الله هاكو ديالكم انت الفرشيطة اذا ما عندناش دابا الفرشيطة ما عندناش فطة هادو ضروري هادو كيعطيوهم معاه يلا هانتوما يلا بصحتكم وراحتكم شكرا شحال هادي ما كنا طاكوس الله الفريد ديالك حمل الفريد ديالك حداك وطاكوس ديالك حداك ونبداو ناكلو بسم الله جاكم الجوع بنتي بزاف انا قايلين مخشي في الماء المشاهدين ما خرجوش من وحده النهار صوروا من وحده النهار مخشي في الماء خليتهم في الماء ومشيت للسوق
راه نشوفو نوريوه لهم كيفاش الطاكوس كيتباع هنا عندنا في السوق. هو مزيان واعي صراحه كيكون شي بصح. ها هو وي هو باقي سخون باقي سخون هي. ها هو الجديد 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 واعي دجاج ولا صلصه الجيريان حيتنا الجزائر مزيونه بنتي عجبه عجبه دابا خاوي صابو عليا الطبق كيفاش الطاكوس مزيان واعي مزيان صحتك صحتك اكل هاد الصبا هذا كلنا فين هو ديالي هذا ديالك هذا ديال باقي مكمل حرمتي بسم الله ما بغيتش